احمد انت اللي حصل لك ده ازاي؟ من يوم وليله كده ما بقتش تشوف. ده واحده كده يا روعه، فجاه لقيت الدنيا سودت في وشي ومش شايف اي حاجه خالص. يا حبيبي عيب عيب، ايه اللي انت بتعمله ده؟ طيب ايه ده يا روعه؟ يا حبيبي عيب عيب، ايه اللي انت بتعمله ده؟ خطيبك مش كفيف بس هو اللي عامل نفسه كده. طب امشي انت امشي انت امشي انت. لو كنت فهمت بقى هو ايه اللي بيحصل بالظبط يا روعه؟ انا مش فاهم حاجه. ومين ده؟ معلش يا حبيبي، ده عيل صغير كان بس عيد ميلاده تقريبا ولا حاجه، كان بيلعب. عيد ميلاد ايه بس؟ اهله ما عرفوش يربوه. معلش معلش يا حبيبي. طب وبعدين يا احمد؟ بقول لك يا روعه، نعم، انا ما بقتش عارف اعيش ولا عارف اكل ولا عارف اشرب ولا عارف اعمل حاجه خالص. اكيد طبعا اللي حصل لك ده. طب رايك ما تيجي تعيش معايا؟ ازاي يعني؟ ما تفهميش غلط يا روعه، انا ما بقتش عارف اتحرك في البيت. طيب خلاص اجي انا اعيش معاكي؟ ازاي ويقولوا ايه وانت داخل طالع كده؟ يا روعه هدخل هطلع ايه؟ انت عارفه خلاص ان انا ما بقتش اشوف. انت مالك قلقانه ليه بس؟ طيب ماشي ماشي بجد يا روعه، مش هنسى وقفتك جنبي. تعالى بس تعالى، قوم معايا تعالى تعالى قوم معايا. بالراحه بالراحه اهو. ايوه بالراحه على مهلك. اتفضل يا احمد تعالى تعالى على مهلك. ايوه ايوه على مهلك. ايوه من هنا من هنا. تعالى 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 اقعد. ايوه هنا كده. ايوه 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 على مهلك. اعمل لك حاجه تاكلها او تشربها يا احمد؟ لا لا ما تشغليش بالك يا روعه بيا، قومي انت لو وراكي شوف اللي وراكي يعني. طيب ماشي هقوم كده اشوف حاجه وارجع لك. ماشي. ايوه كده يا احمد، الحوار دخل عليها واللي انت عايزه حصل. حلو قوي كده. في حد هنا ولا ايه؟ مش ده احمد خطيب روعه؟ امال عامل كده ليه؟ يا روعه يا روعه. ايه يا ميري؟ ايه انت مش ده احمد خطيبك؟ احمد. هو عامل كده ليه يا بنتي؟ وايه اللي جابه هنا وانا مش موجوده؟ احمد تقريبا حصل له حاجه او حادثه ولا معرفش ايه اللي حصل له بالظبط، ما بقاش بيشوف خالص. يا نهار اسود. روعه هو مين اللي جه؟ اهدى بس يا حبيبي، ده اميره. ازيك يا احمد؟ الحمد لله يا اميره، انت عامله ايه؟ الحمد لله. معلش يا احمد دقيقة بس وارجع لك تاني. ماشي ماشي يا روعة. عيلي ما في ايه؟ ما بقاش بيشوف يا اميرة. يا نهار بجد؟ والله. فعشان كده هو جبته ان هو يقعد معانا عشان ملهوش اي حد ان هو يخدمه. يقعد معانا؟ اميرة ما بقاش بيشوف. متأكدة من الحوار ده؟ ما بقاش بيشوف. ايوه يا اميرة، هو حد هيتبلى على نفسه ويقول حاجة زي دي؟ بقول لك المهم ايه؟ انا دخلت بدور كده على حاجة النهاردة للغدا، مش لاقي حاجة مناسبة. هنزل كده اجيب حاجة. طبعا. تيجي معايا؟ لا مش قادره، انا راجعه من الشغل والشمس مش قادره. دايما مش قادره، ظهري رجلي. ستي بقى يلا خلي. الو ايه يا عم انت فين؟ طب بقول لك ايه، طب ما تجيلي طب البيت يا عم. ما تخافش روعه مش هنا وانا قاعده لوحدي. بقول لك ما تخافش يلا، انت بس انجز. ماشي يلا مستنيك. سلام. روحت فين؟ يا عم تعالى لسه ما جاتش. تعالى. ايه ده يا بنتي؟ امال اللي قاعده مين؟ بس بس ما تعملش صوت يا عم، ده احمد خطيب روعه. احمد؟ طب انت بقى كفيف بقى كفيف، عم انا حاسه وبقى كفيف. بس انت متاكده؟ يا عم اسكت بقى خالص. روعه هو ايه اللي بيحصل؟ لا انا اميره مش روعه، معلش يا ماشي يا أميرة، هو في حاجة هنا؟ لا 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 أنا بس كنت بس بجيب من جنبك المخدة، عاوز أعمل لك حاجة؟ لا لا ربنا يخليك. ماشي بعد إذنك. اتفضلي. يا شمال، استنيت لما أختك تخرج عشان تجيب الزبالة اللي شبهك. ده أنا هشوف العجب هنا. مش فاهم أي حاجة. ما أختك راجل. تاخد الواد الكفيف ده؟
كفيف، اكيد ما كانش كفيف، حصل حادثه وجت عندك بقى كفيف. طب ما برضه هي لسه برضه على البر، ما تخلع من الواد ده وشوف اي حد كويس. احنا مالنا، ما خلينا في حالنا. صحيح عندك حق، خلينا في حالنا. هما شوفهم بيعملوا ايه؟ ولا لا يا دي احمد، احسن روعه تيجي فجاه تلاقيني جوه تقول لي بتعملي جوه وانا لسه ما اعرفش البيت ولا هي عرفتنا حاجه. نتقل اللي جاي احسن. هنا ايه الهبل اللي انا بعمله ده؟ ازاي ان انا ما اقولش لاختي ان هو بيشوف اصلا؟ ده تبقى مصيبه لو هي غيرت. لا ولو رجعت الوقت ممكن ما الحقش. احسن حاجه ان انا اكلمها واقول لها. ردي بقى بالله عليكي. ايه يا اميره؟ بقول لك ايه، انا راجعه على البيت دلوقتي، بس اهم حاجه انا عايزه اطلب منك حاجه. يا ستي اصبري، ما تغيريش ولا تعملي اي حاجه خالص لحد ما ارجع. انا مش فاهمه يعني ايه يعني ما اغيرش ولا اخش الحمام؟ انت بتهزري؟ هفهمك لما ارجع. ماشي سلام. في ايه يا بنتي؟ بقول لك ايه، يلا انت بسرعه اطلع روح، في زمانها جايه. يلا يلا. مش كده تتاخر؟ زمانها جايه. انت يا عم يلا. يا روعة. معلش معلش يا احمد، ما تبهش من عليك الدبان. ماشي يا امير. يا روعة لسه ما جاتش؟ الحمد لله. زمانها جاية، ده خلاص كانت لسه بتكلمني الوقت، هي تحت وطالعة. ماشي. انت عاوز حاجة؟ لا لا معلش بقى يا اميرة لو متقل عليك. لا 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 خالص، انت منور الدنيا كلها. بس انت عارفة الظروف اللي اتحطيت فيها غصب عني وجت فجأة. ألف سلامة عليك، كانت الحادثة رخمة ولا ايه؟ يلا الحمد لله كل اللي يجيبه ربنا كويس. الحمد لله، مليون سلامة عليك. عمري ما هنسى وقفتكم جنبي. ألف سلامة عليك. أميرة. إيه يا روعة؟ أحمد أنت كويس؟ يا روعة. كان لسه بيسأل عليك. لا والله. القلب للقلب بقى. ايه يا حبيبي، في حاجه ناقصاك ولا ايه؟ لا لا ربنا يخليك. ازيك؟ طب انا هدخل كده اشوف امير عايز ايه وارجع. ماشي. بقول لك يا روعه. ايه يا حبيبي؟ يعني انا عايزك ما تعتليش هم قوي، انت تعاملي عادي وانا كويس، كتر خيركم يعني ان انت جبتيني. عيب يا احمد، ده انت خطيبي وشويه وهتبقى جوزي. عيب. ما تقلقش منك ابدا. ويخليك ليا يا حبيبي. خطيبك قوي وطبعا اختك ما تعرفش اللي انت بتعمليه. انت بقى انت ايه حكايتك؟ ما تغيريش وما تعمليش. ما تروحي تقولي له حسن. ايه في ايه؟ انا ما عرفتش ان انا اقول لك بصراحه عشان كان الوضع مش مناسب اصلا. احمد مش كفيف ولا حاجه. يا اسود. الفيلي ده؟ احمد عمل كده لعب عليا عشان ان هو يوصل بس للهدف اللي عنده. يعني هو بيشوف؟ اوعي تكوني غيرتي ولا عملت حاجه. لا طبعا ما غيرت. ايه؟ انا مش متاكده. ايوه حطي صوتك بقى. في ايه؟ لا لا يا بنتي بتتكلمي. انت جايبه البيت غيرتي؟ لا انت جايبه البيت واحنا بنتين لوحدينا وده ما يصحش. طب اسكتي اسكتي بس دلوقتي عشان القيم والاخلاق اللي هبت عليكي دي. اهدي كده. انا هعلمه الادب، هعرفه ازاي معنى الاستغلال. هو هتعملي ايه؟ شش. روحي انت شوفي انت هتعملي ايه، انا طالعه. يلا ماشي خلاص جايه وراكي. روحي. ايوه ايوه استاذ اشرف. انا عارفه والله ان احنا متاخرين على حضرتك بقالنا 3 شهور وان انت عاوز ال 10000 دلوقتي. هفهمك بعدين هفهمك بعدين. انا فاهمه والله، بس حضرتك هتعمل ايه؟ يعني هتطردنا بقى واحنا بنتين في الشارع ولا هتعمل ايه؟ طبعا اي حد هيتاخر بالايجار هتطرده في الشارع. طب اقول لك على حاجه، اصبر بس لحظه، اصبر بس ثانيه واحده. 10000 ايه؟ 3 شهور ايه؟ نهي كل حكايه 1000 جنيه. ربع عليك. احمد خير يا روعة؟ ايه الصوت العالي ده؟ معلش يا حبيبي انا هنزل كده بس ابيع الغويش اللي في ايدي دي عشان علينا 10000 ايجار متاخرين. طب بس اهدى اهدى يا روعة. اهدى ايه؟ مفيش حاجة، انا عامل حساب. بجد؟ معاك يا حبيبي معاك، ربنا يخليك ليا يا رب. يا كل اللي عليك. دول كام؟ 15
خدت الخمسه معاك لو احتجت حاجه. ربنا يخليك ليا يا رب. الحاج اشرف، طب معلش استاذنك بس باذن الله بكره الايجار هيكون عندك. بكره. استاذه روعه، انت كويسه؟ الحمد لله تمام. بكره باذن الله. معلش. عامة هعدي عليك بكره. الله يكرمك. لا انا اطلع اقول لاحمد ما يقولش سيره الروعه وما يقولهاش حاجه. حتى لو هترسب مقابل مش مهم، بس انا لازم اتصرف بيني وبيني. احمد بقول لك ايه، عاوزك في موضوع مهم. قولي يا اميره. انت زي اختي. بقول لك ايه، انا عارفه كويس قوي ان انت شفت عبادة لما كان عندي. انت ايه اللي بتقوليه ده؟ هشوف ازاي يا بنت؟ انا كفيف هشوف ازاي؟ احمد بقول لك ايه، انا عارفه ان انت بتشوف ولا كفيف ولا حاجه، وطالبه منك ما تجيبش سيره الروعه قصاد المقابل اللي انت عايزه يا سيدي. طب وانت عرفت ازاي ان انا ان انا بشوف؟ يا سيدي عرفت وخلاص. لا مفيش حاجه اسمها عرفت وخلاص، احكي لي ورسيني على الحوار. روعه اللي قالت لي. نعم. هي كمان روعه تعرف؟ هي اللي جت قالت لي. بص انا مستعده لاي حاجه، اهم حاجه عندي روعه ما تعرفش اي حاجه خالص. طمني. انا اعتبرني ما شفتش حاجه ولا اعرف حاجه. طمني. الحمد لله. وانا بشرط. ايه؟ روعه ما تعرفش برضه. لا طبعا ولا ما شفتش حاجه، ما تقلقش. يا بنت يعني انت عرفتي ورحت بتقولي له؟ ومن عماد كمان ده اللي انت بتجيبيه ان شاء الله. مين عماد ده بقى ان شاء الله؟ بتدخلي راجل غريب واحنا بنتين لوحدنا في الشقه؟ ما دخلتش حد يا روعة. معايا. مين ده؟ انا ما دخلتش حد البيت. والله؟ وانت يا استاذ؟ في ايه؟ ما شفتوش؟ صوتك عالي ليه؟ ما شفتوش صح؟ شفت هو انا من يوم ما انت عارف ان انا لا قملي كده يا بيه، قملي بس بالعكاز الحلو بتاعك. قملي روعه. ايه دي فين؟ ايه ما بتشوفش صح؟ بس الحمد لله، الحمد لله انا واقفه وسمعت كل حاجه انتوا بتقولوها. الحمد لله انت كنت اختبار من ربنا مش اكتر. عايز ان انت تدخل بيتي عشان تبص علينا واختي. يا بجحتك روح. انت ازاي كده؟ روح. ازاي ان انا هامن على نفسي اصلا مع واحد كذاب زيك؟ سامحيني. انت حسابك معايا بعدين، انت حسابك معايا بعدين عشان انا مظلومه فيكي. طب اهدى روح. سامحيني. ال 15000 اللي انا خدتهم منك دول دلوقتي عقوبه ليك ودرس ليك. اطلع بره، مش عايز اشوف خلقتك دي تاني. يا روعه ده اطلع بره. اطلع. بتجيبي احمد مين؟ مسيب